عن الحوادث الوعائية الدماغية، ورح نشرح فيها آليات حدوث الاحتشاء الدماغي. آليات حدوث الاحتشاء: عند انسداد أحد الشرايين الدماغية يحدث احتشاء في منطقة توزع هذا الشريان، وتكون بقية المناطق التي تصلها التروي من بقية الشرايين بتكون سليمة نسبيا. أما عند انخفاض الضغط الدموي في شريانين متجاورين، فسوف تتأثر المناطق الحدية بين هذا الشريانين بشكل رئيسي، يعني المناطق اللي بتكون على حدود بتروية هذا الشريانين، وبيطلق على هالنمط هذا من الاحتشاءات الاحتشاءات الحدية أو البينية، بسموها الووتر شيد إسكيميا. يعني لما تنقص التروية الدماغية بسبب انخفاض الضغط الشرياني بشكل شديد، فإذا كان في عندنا شريانين متجاورين، المناطق الحدية هي اللي بيحصل فيها، المناطق اللي بتكون على حدود بين مناطق توزع التروي الدموي للشريانين هي اللي بيحصل فيها الاحتشاء الدماغي. طبعا تشاهد الاحتشاءات الحدية في حالات هبوط الضغط الدموي التالي للعمليات الجراحية غالبا، فبينقص الصبيب الدموي للشرايين الدماغية، فتحدث لدى المريض نشبات بينية تالي للعمل الجراحي. ومنه فإن الاحتشاءات تحدث بآليتين رئيسيتين: إما نقص الضخ الدموي إلى الدماغ، يعني نقص الجريان الدموي الدماغي، أو انسداد بأحد الفروع الشريانية الواصلة للدماغ. لاحظوا هون بهالصورة، هاي الصورة اللي فوق هي التروي الدموي الطبيعي، الصورة اللي بالوسط رقم بي وهي اللي بيحصل فيها انخفاض شديد بالضغط الشرياني بيؤدي لنقص التروي بالدماغ، وهون بيحصل احتشاء بالمناطق البينية أو المناطق المتجاورة بين توزع شريانين. أما الصورة الأخيرة فبيحصل انسداد بأحد الفروع الشريانية، فبيؤدي لنا الاحتشاء الدماغي بمناطق تروية الشريان. هلق نقص الضخ الدموي إلى الدماغ أو بسموه سيربرال هايبو ديرفيوجين، هذا بيحدث بسبب هبوط متوسط في الضغط الدموي أو بسبب بطء القلب أو نقص قدرته على ضخ الدم بالشكل المطلوب إلى الدماغ، يعني نقص النتاج القلبي أو نقص صليب القلب، فتحدث النشبات البيني. تعد المناطق الحدية اللي تأخذ ترويتها من شريانين متجاورين أكثر المناطق تأثرا بهذه الآلية، ومن الأمثلة عليها الاحتشاء الحدي اللي بيحصل بين الشريانين المخ المتوسط والأمامي، والاحتشاء الحدي بين الشريانين المخ المتوسط والخلفي. أيضا يضاف إلى هذين الشكلين حدوث احتشاءات حدية بين المناطق القشرية والعميقة من الدماغ. هون لاحظوا هذا مقطع سهمه، الصوره اللي على اليسار، لاحظوا هذه المناطق الحديه او الاحتشاءات البينيه الووتر شيد اللي بتكون بلون ملوني هون بلون بنفسجي، بالاعلى هي الاحتشاء الدماغي بالمناطق الحديه اللي بين الانتريال سيربرال ارتري والميديان سيربرال ارتري بين الشريان المخ الامامي والشريان المخ المتوسط، وبالاسفل هي المنطقه الحديه بين الشريان المخي المتوسط والشريان المخي الخلفي. هذا مقطع معترض للدماغ، ايضا بيظهر لنا نفس المناطق الاحتشاءات الحديه بين الشريان المخي الامامي والشريان المخي المتوسط، وبالاسفل المنطقه الحديه بين الشريان المخي المتوسط والشريان المخي الخلفي. انتبهوا، مثل ما ذكرنا بالمحاضره السابقه، اذا كان هبوط الضغط شديد جدا مثل حاله توقف القلب، يحدث بهالحالة هي اعتلال دماغ بنقص التروي مثل ما شفتوا بصور تصوير الرنين المغناطيسي، وهون بتكون الإصابة بهالحالة معممة شاملة للنسيج الدماغي وليست حادثا وعائيا دماغيا. في حالة توقف القلب وتوقف جريان الدم الدماغي، هون بيحدث نقص أكسجي معمم ونقص تروي معمم، وبالتالي بيصيب مناطق واسعة من الدماغ وليس يعني ما بكونوا يعني داخل بها التصنيف هذا الاحتشاءات الحدي. الآلية الثانية هي انسداد بأحد فروع الشرايين الواصلة إلى الدماغ،
وهون بيكون الانسداد ناجما إما عن آلية سمية صادرة من مكان بعيد، إما ضمن الدماغ أو خارجه أو من القلب، بتسد أحد الشرايين الدماغية، وأي شريان يسبق مكان الانسداد بالصمي من ممكن أن يكون مطلقا للصمات، وخاصة الشريان السباتي. أو الانسداد بيكون بآلية الخثار في المكان بيسموه الانسايتو ثرومبوسيز، يعني بيحصل الخثار بالشريان المسدود نفسه. مثلا إذا كان الشريان المصاب في عصيدي، ممكن تتقرح هاي العصيدي ويحصل تخثر مثل ما بيحصل باحتشاء العضل القلبي. وهون هاي الصور بتوضح الصورة اللي فوق على اليمين، هي آلية الخثار الثرومبوسيز، بيحصل خثار ضمن الشريان، مثلا الشريان المخي المتوسط بيحصل فيه تخثر موضعي، وبالتالي بينسد وبيؤدي لاحتشاء بتوزع الشريان المخي المتوسط. الصورة اللي بالأسفل هي آلية إطلاق الصمات، تنطلق صمي مثلا من مكان ما بالجسم، أو أشعة الصمات عادة بتكون من القلب فبتسد لنا تفرع أحد الشرايين. وهون الصورة اللي على اليسار هي أماكن إطلاق الصمات، الأماكن الشائعة لإطلاق الصمات. من الأسفل بتشوف البطين الأيسر، خثرات البطين الأيسر اللي مرموز لها بالرمز A، هاي خثرات البطين الأيسر. أو أحيانا وهو الأشيع أنه خثرة بتكون بالأذين اليسرى، وعند مريض مثلا عنده رجفان أذيني، عادة هاي الخثرة تنطلق للبطين الأيسر، وبعد البطين الأيسر بضخ الدم وبتروح الخثرة بتسد أحد الشرايين الجهازية، يا إما بالأطراف أو بالدماغ. أيضا اللي مرقم رقم ب هي الصمامات، في حالات التهاب الشغاف بيحصل فيها تنبتات، ممكن هاي التنبتات تطلق لنا صمات، سواء صمات خثري أو صمات إنتاني. أيضا اللي مرقم رقم سي هو الشريان السباتي الباطن، الشريان السباتي الباطن إذا في تصلب عصيدة ممكن هو يعني اللوح العصيدي تتقرح، وهي بحد ذاتها تطلق صمي. وأخيرا دي هو توزع الشريان المخي المتوسط. هلأ تصنيف الاحتشاءات، تصنف الاحتشاءات الإقفارية إلى احتشاءات الشرايين الكبيرة بسبب تصلب العصيدة، أو بتكون احتشاءات فجوية. أيضا من أنواع الاحتشاءات احتشاءات من مصدر قلبي، وفي احتشاءات مجهولة السبب، والاحتشاء لسبب آخر محدد غير التصلب العصيدي. وراح نفصل ببعض أنواع هاي الاحتشاءات. هلا في عندنا احتشاءات الشرايين الكبيره بسبب تصلب العصيده، وحتى يقال عن احتشاء انه لشريان كبير يجب ان يحقق المعايير التالي: اولا ان يكون قطر الاحتشاء اكبر من 1.5 سم، وجود تضيق في الشرايين الكبيره او تفرعاتها بنسبه اكبر من 50%، لانه لحتى يحدث الاحتشاء او يعني يؤدي لنا لنقص تروي لازم يكون نسبة التضيق في الشريان أكثر من 70%. أيضا من شروط عدم وجود مصدر قلبي مسبب للاحتشاء، مثل يعني سبب مطلق للصمات، وعدم وجود سبب آخر غير التصلب العصيدة. طبعا في حالات مثل حالات تسلخ الأبهر ممكن أيضا تطلق فيها صمات، فتسلخ الأبهر ما بيدخل ضمن هذا التصنيف هذا. بالاحتشاءات الناجمة عن الشرايين الكبيرة، عادة تحدث احتشاءات الشريان السباتي بجانب واحد، يعني بتكون بجهة واحدة، على عكس الاحتشاءات ذات المصدر القلبي التي تكون بجميع الاتجاهات. طبعا رح ندرس هلق الصمات اللي بتنطلق من القلب، وعادة بتكون بجميع الاتجاهات، يعني ممكن تكون صمات جهازية، صمات دماغية، وحتى أحيانا الصمات الدماغية ممكن تكون بأكثر من جهة. وحتى نتأكد أن الشرايين الكبيرة هي سبب الاحتشاء، نقوم بتصوير الشرايين. عادة الشرايين الكبيرة
بالبدايه بنبدا بتصوير الايكو دوبلر مثلا للشريان السباتي، واذا ما اكتشفنا مثلا بالايكو دوبلر ممكن اجراء تصوير الشرايين الضلي. يحمل التصلب العصيدي في الابر الصدري خطوره مشابهه للخطوره القلبيه باطلاق الصمات، لذلك في حال نفي السبب القلبي نفكر دائما بالابهر ونتحرى بالايكو او بتصوير الشرايين. كذلك يعني مثل ما ذكرنا التصلب العصيدي في الابهر الصدري بيحمل خطوره اطلاق الصمات مثل السبب الاسباب القلبيه. عاده نستخدم الايكو او الايكو دوبلر لتصوير الشرايين الكبيره، واحيانا اذا ما تم التشخيص بشكل دقيق يتم اللجوء الى التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح للشرايين البعيده الصغيره. طبعا بكون مع حقن مادي ظريف. هلا بنجي لشغله اسمها احتشاءات الفجويه اللاكونر انفاركشن، وهي تحصل بسبب انسداد الشرايين الصغيره او الثاقبه. مثل ما وقت اللي درسنا توعيد الشريان المخي المتوسط وقلنا في له شرايين ثاقبي، هي شرايين صغيره بتغذي عاده المناطق العميقه من الدماغ مثل المحفظه الداخلي. هاي الاحتشاءات تحدث في الشرايين الثاقبي، عاده بيكون قطرها بين 300 انجستروم حتى 0.3 ملم. السبب الاساسي بحدوثها هو التنكس الشحمي الهياليني، انتبهوا، وليس التصلب العصيدي، اللي هذاك التصلب العصيدي بيكون هو السبب الاساسي بالشرايين الكبيره. اما بالاحتشاءات الفجويه عاده الاليه هي تنكس الشحمه الهياليني. اهم عامل خطر للاحتشاءات الفجويه هو ارتفاع التوتر الشرياني. دائما بالاحتشاءات الفجويه غالبا تحصل عند المرضى اللي بيكون عندهم ارتفاع الضغط الشرياني، وايضا اضيف لها حديثا نفس اسباب التصلب العصيده مثل الداء السكري والتدخين والبدني وارتفاع الكوليسترول. صفات او مواصفاتها للاحتشاءات الفجويه بيكون قطره عاده بين 1 الى 15 ملم. مثل ما ذكرنا الاحتشاءات الناجمه عن انسداد الشرايين الكبيره عاده بتكون اكثر من 1.5 سم، اما هي بتكون احتشاءات صغيره ما بتتجاوز ال 15 ملم. احتشاءات بتكون صغيرة بتتوضع عميقا يعني تحت قشري سب كورتيكال، بتتوضع في المادة البيضاء أو بالنواة القاعدية أو جذع الدماغ، وهي المناطق هي اللي بترويها الشرايين الصغيرة الثاقبي. أكثر ما بتصيب منطقة بسموها البوتامين الجسم الشاحب أو الجسم الشاحب، أكثر منطقة معرضة للاحتشاءات الفجوية هي بسموها منطقة البوتامين، وأيضا المحفظة الداخلية والنواة القاعدية وجذع الدماغ. بتكون متعددة، إما من تكون متعددة وصامتة أو بتكون وحيدة وعرضية، يمكن تؤدي إلى الحالة الفجوية أو العتاهة في حال تكررت بكثرة، وهي بسموها العتاهة تحت القشرية. في حال تكررت الاحتشاءات الفجوية وتعددت فهون بصير عندنا بسموه العتاهة متعدد الاحتشاءات، يعني بسبب تكرر الاحتشاءات الفجوية الصغيرة بيحصل عندنا نوع من الخرف، هذا الخرف بسموه خرف الوعائي أو العته متعدد الاحتشاء. في حالات قليلة قد تتوسع الاحتشاءات الفجوية بشكل كبير جدا وتشمل مناطق واسعة شاملة للمادة البيضاء، وهون بتظهر بإصابات حسية حركية شاملة للجهتين، وبتترافق مع تدهور بالملكات العقلية، مشي باركنسوني أيضا بسبب إصابة النواة القاعدي، ومشوي على قاعدة عريضة بسبب إصابة المخيخ، واضطرابات في البلع والتصويت بسبب ما تسمى متلازمة الشلل البصلي الكاذب. لاحظوا هون الصورة، المناطق تحت القشرية يعني المناطق اللي عميقة بالدماغ هي المصابة بالاحتشاءات الفجوية، وهي الاحتشاءات بتكون عبارة عن مناطق صغيرة. هاي صورة الرنين المغناطيسي، لاحظوا هون بالمناطق تحت القشرية ماي بالقشرة الدماغي، بتلاحظوا زيادة الإشارة في المادة البيضاء حول البطينات. بالرنين المغناطيسي دائما زيادة الإشارة معناها أن الصورة بتعطي على بياض، أو المنطقة المحتشية بتكون بلون أبيض، وهذا بدل على الاحتشاءات الفجوية اللي بتكون أصابت المادة البيضاء.
إذا ملاحظين بالصورة هون زيادة الإشارة أو المادة البيضاء، عالية الإشارة بالمناطق حول البطينة الدماغية، هي هون احتشاءات فجوية بالمادة البيضاء حول البطينات. هلا عندنا الشلل البصلي الكاذب اللي هذا ممكن ينجم عن الاحتشاءات الفجوية، هذا بيحدث عندما تكون، انتبهوا، بالشلل البصلي الكاذب عند يجب أن تكون الإصابة ثنائية الجانب بنصفي الكرة الدماغية أو إصابة ثنائية الجانب في الجسر، لكن بدها تكون بمستوى أعلى من البصلي وليس في البصلي. في عندنا نوعين، في عندنا شلل بصلي وفي عندنا شلل البصلي الكاذب. الشلل البصلي هو اللي بيكون الإصابة بالبصلي، أما الشلل البصلي الكاذب فبيحصل هذا بتكون بالإصابات ثنائية الجانب في نصفي الكرة الدماغية أو بالجسر. وهون يشترط أن تكون الأذية ثنائية الجانب، لأنه وكما نعلم أنه نويات الأعصاب القفية بالبصلي تحمل تعصيبا ثنائي الجانب، فإذا تأذى أحد الطرفين فيعاوض الطرف الآخر، وهذا يظهر غالبا في الأذيات الوعائية، وهناك أيضا أسباب أخرى مثل التصلب اللوحي إذا كان شديدا. هلا هون انتبهوا، حتى تحدث متزمة الشلل البصلي الكاذب يجب أن تكون الإصابة ثنائية الجانب. ليش؟ لأن نويات الأعصاب القحفية البصلي تحمل تعصيب ثنائي الجانب، فإذا انصاب أحد الأطراف بيعاوض الطرف، مثلا إذا انصاب القشر الأيمن، ولأنه النواة بتتلقى تعصيب قشر مزدوج من الأيمن للأيسر، فما بيحصل عندنا شلل كامل. فهون هذا احنا بنسميها، هون الشرط الأساسي لتحصل متلازمة الشلل البصري الكاذب انه تحصل إصابة ثنائية الجانب، يعني بينقطع التعصيب عن النواة من الطرفين. وهي عادة متلازمة الشلل البصري الكاذب هي بتصيب الأعصاب القحفية التاسع والعاشر والثاني عشر، بتحصل فيها علامات عصبون محرك علوي مثل ما ذكرنا، لازم تكون ثنائية الجانب، يعني النواة بتكون الإصابة فوق مستوى نواية العصب القحفي، وبالتالي بتظهر بعلامات عصبون محرك علوي. ميزتها بيحدث فيها رتي، لكن بتكون رتي بسموها من نوع التشنجة. اللسان أيضا بسبب إصابة العصب الثاني عشر بيحصل، يعني بشلل العصب الثاني عشر بإصابة عصبون محرك علوي بيكون في تشنجة، شلل تشنجة، وأيضا حركات جيرك بسموها باللسان وبالفك. والشيء المميز بهالمتلازمة هي متلازمة الشلل البصري الكاذب، بيحصل فيها عدم ثبات انفعالي، بتلاقي المريض شوي بيضحك، بتلاقيه بيضحك بدون سبب، بعد دقيقتين أو 3 دقائق بتلاقيه حط وصار يبكي. هذا بصير فيه إنه عدم ثبات انفعالي، المريض شوي بيضحك شوي بيبكي، هاي مميزة لمتلازمة الشلل البصري الكاذب. أما متلازمة الشلل البصري، هي الشلل البصري بيحصل فيها إصابة عصبون محرك سفلي، أيضا نفس الأعصاب، نفس النويات الأعصاب القحفية بينصاب فيها العصب التاسع والعاشر والثاني عشر، وهون بسبب كونه إصابة عصبون محرك سفلي، فبسبب إصابة العصب الهايبوغلوسال تحت اللسان بيكون اللسان ضامر بجهة الإصابة، وبينحرف عادة اللسان نحو الجهة المصابة، وبتلاحظ فيه تقلصات حزنية. أما بالشلل البصري الكاذب، لأنه الإصابة فوق النويات بتكون أبر موتور نيورون، يعني إصابة عصبون محرك حلوة، فما بتلاحظ فيها تقلصات حزمية. أما بالشلل البصري الكاذب وكون الإصابة إصابة عصبون محرك سفلي، بيكون اللسان ضامر بجهة الإصابة، وبسبب ضموره بينحرف اللسان نحو جهة المصاب، وأيضا بيحدث فيها تقلصات حزمية، أيضا بيغيب منعكس التهوع أو منعكس الغثيان، يعني هذا، وبتحدث في رتي، وقد يحدث أيضا عسر في البلع ديسفاجيا. هلأ السير السريري للاحتشاءات الفجوية يستغرق تطور الأعراض إما فترة قصيرة من الزمن أو عدة ساعات أو حتى عدة أيام على الأكثر، أما في احتشاء الشرايين الكبيرة يمكن أن يتطور خلال مدة أطول. يكون، انتبهوا على الاحتشاءات الفجوية،
يكون سير الاحتشاءات الفجوي في البداية حادا ومفاجئا، يعني بتظهر فورا عرض عند المريض، لكن بعد فترة يحدث للمريض بيتحسن ومن ثم يسوء، ويمكن أن تستمر هذا التذبذب يومين أو 3 أيام حتى تثبت حالة المريض. فتذبذب حالة المريض ما بين النكس والتحسن بشكل كبير يعتبر مميز للاحتشاءات الفجوية، يعني الإصابة بتكون بالاحتشاءات الفجوية بتكون مترددة، بتلاقي أول يوم عنده مثلا خدر أو شلل حسي أو حركة، بتلاقي مباشرة تحسن، بعد يوم أو يومين بيرجع بينكس، فهذا مميز للاحتشاءات الفجوية. هلأ المتلازمات اللي بتحصل بالاحتشاءات الفجوية وهي أشع يعني الأعراض اللي ممكن تتشاهد، انتبهوا الاحتشاءات الفجوية ما بصير فيها مثلا مثل الاحتشاءات القشرية، فبتقتصر على عرض واحد أو عرضين على الأكثر، إما أن يحصل فيها متلازمة حركية مثلا بيحصل عند المريض مثلا شلل شقي مقابل معزول فقط شلل، وهون بتكون الإصابة إما بالمحفظة الداخلية أو الجسر أو المادة البيضاء حول البطينات، أو بيتظهر بمتلازمة حسية مثل يعني خدر شقي معزول، وهون الإصابة بتكون بالمهاد، أو أن تكون الإصابة حسية وحركية فهون بتكون الإصابة بالمحفظة الداخلية بالإضافة للمهاد. قد تظهر أيضا برتة كلامية فقط، بيحصل عند المريض رتة كلامية ويد خرقاء، يعني أنه اليد الخرقاء أنه بسموها اللي بيحصل فيها الأبراكسي أو اللا أدائي، وهون بكون الإصابة بالجسر، أو بيحصل رتة كلامية وخزل شقي، هون بتكون الإصابة بالجسر والمحفظة الداخلي، أو ممكن يحصل عند المريض رقص شقي، يعني كوريا فقط بشق واحد من الجسم، وهون بتكون الإصابة بالنواة تحت المهاد. وبشكل عام يلاحظ سريريا أن الاحتشاءات الفجوية تتظهر بعرض سريري واحد أو عرضين، مما يوجه أنه الاحتشاء صغير. أما إذا كان المريض مسبوط، أي الإصابة تشمل مناطق واسعة أو أعراض تشمل القشر الدماغي مثل أنه يكون عنده حبسي، هنا نستبعد أن يكون الاحتشاء فجوي. بشكل عام الحبسي هي من الإصابات القشرية، لأنه مثل ما تذكره ودرسنا بالمحاضرات السابقة أنه قلنا حتى تحدث الحبسي يجب أن تصاب إما منطقة فيرنيكي أو منطقة بروكا، وهدول مناطق قشرية ما بيحصلوا بالاحتشاءات الفجوية. فإذا شفت عند المريض حبسي، سواء كانت حبسي طليقة ولا حبسي غير طليقة، أو كانت حبسة بروكا ولا حبسة فيرنيكي، فهي الإصابة بتكون مميزة للإصابات القشرية وما بتكون ناجمة عن الاحتشاءات الفجوية، لأن الاحتشاءات الفجوية بتصيب المناطق العميقة من الدماغ وليس المناطق القشرية. هلأ تشخيصها، يتم التشخيص بواسطة تصوير الطبق المحوري بدون حقن في حالة الإصابات المزمنة، لأنه الإصابة الحادة بتظهر وبتكون الاحتشاء صغير، فشيء طبيعي انه احيانا يكون المريض مثلا عنده احتشاء فجوي، فبتعمل تصوير طبقي محوري ما بتلاقي شيء، فهذا ما بينفي التشخيص. اما بالمرحله الحاده فالتشخيص الافضل هو تصوير برنين مغناطيسي للاصابات الحاده، وهو الافضل لحتى يشخص الاحتشاءات الفجوي، الافضل هو بتقنيه الديفيوجي. طبعا مثل ما ذكرنا بكون قطر الاحتشاءات سواء على التصوير الطبق المحوري او على الرنين المغناطيسي بيكون قطره اقل من 1.5 سنتيمتر. عند وجود احتشاء فجوي لدى المريض فغالبا ما يكون السبب هو التنكس الشحمي الهياليني، اما في حال كان المريض ما عنده عوامل خطوره للتنكس الهياليني مثل الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني، فيمكن أن يكون سبب الاحتشاءات الفجوية هو أيضاً التصلب العصيدة، لكن هذا بيكون التصلب العصيدة يعني مداهم أو زاحف من الشرايين الكبير، لأنه عادة مثل ما ذكرنا أنه هاي الشرايين قطرة صغير فما بتنصاب بالتصلب العصيدة. ولكن إذا ما كان عند المريض عوامل خطورة للتنكس الهياليني الشحمة مثل الداء السكري وارتفاع شحوم الدم وارتفاع التوتر الشرياني، فممكن يكون التصلب العصيدة إذا امتد لها الشرايين هاي،
كما يمكن أيضا أن يكون سببها صمات من مصدر قلبه وصلت إلى الشرايين الصغيرة وقامت بسدها. هلأ بنجي لنحكي عن الاحتشاءات من مصدر قلبه. يعد المصدر القلبي أشيع وأخطر مصدر مطلق للصمات، وخصوصا للشرايين الكبيرة كشريان المخ المتوسط، وهو الأكثر نكسا وقادر على إطلاق الصمات في جميع الاتجاهات. ينبغي نفي كل أسباب الاحتشاء قبل تأكيد المصدر القلبي. نتوجه سريريا إلى وجود احتشاء دماغي من مصدر قلبي من خلال احتشاء الشرايين الكبيرة كشريان المخ الأمامي أو المتوسط أو الخلفي، والتي تصيب القشرة الدماغية مع وجود حافي على شكل حرفي، طبعا هي بتصوير شرايين ضليل، ووجود إصابة بمناطق شريانية متعددة سواء بالدماغ أو باقي أنحاء الجسم. يعني إذا لقيت عند المريض صم بالطرف العلوي الأيسر وأيضا عنده احتشاء دماغي، فهون تتوجه لأنه هذا عنده سبب قلبي مطلق للصمات. يعد الرجفان الأذيني أهم سبب للمصادر القلبي المطلقة للصمات في كافة الأعمار. وانتبهوا لهالنقطة هاي، حدوث رجفان أذيني لمدة 6 دقائق. انتبهوا، سابقا كانوا يقولون 48 ساعة، هلأ حاليا الدراسات تقول أنه حدوث رجفان لمدة 6 دقائق يعتبر كافيا لتشكيل الخثرات ضمن الأذيني وانطلاقها منها. لذلك عادة نلجأ لمراقبة النظم القلبي باستخدام الهولتر أو مراقبة تخطيط القلب المستمر والجوال، اللي هذا هو الهولتر لمدة 24 ساعة من أجل محاولة كشف الرجفان الأذيني الانتيابي. انتبهوا، عادة الرجفان الأذيني وخصوصا في بدايته ما بيكون نظم مستقر يعني مستمر عند المريض. في بداية حدوث الرجفان الأذيني عند أغلب المرضى بيجي على شكل نظم نوبي، يعني بيستمر لمدة دقائق وبيقلب لحاله بيرجع لنظم جيد، بعدين بطول المدة أكثر بصير يستمر لمدة نصف ساعة أو ساعة وبيقلب وبيرجع لنظم جيبه قبل أن يصبح نظم مستقر يعني نظم مسيطر بشكل دائم. فلذلك لكشف اضطرابات النظم النوبي سواء كان تسارعي وخصوصا الرجفان الأذيني أو خوارج الانقباض اللي بتأتي على شكل نوبات يعني ما بتحسن أنت تكشفها أثناء الراحة، يعني بيجيك المريض مثلا كان عم يشكي من خفقان من نص ساعه ما بيلحق يوصل لعندك الا بيكون النظم راح، فبتعمل له تخطيط اثناء الراحه بيطلع نورمال. فباضطرابات النظم النوبي عاده مثل تسرع القلب اللي ياتي على شكل نوب مثل الرجفان الاذيني او حتى تسرع القلب فوق البطين الاشتدادي الاس في تي او خوارج الانقباض البطيني اللي تاتي على شكل نوبه، عاده يتم مراقبة تخطيط القلب على مدى 24 ساعة، وهذا هو بيركبوا له جهاز الهوليتر وهذا بيرسم مخطط للقلب على مدى 24 ساعة. يستمر الرجفان الأذيني أكثر من 6 دقائق لدى 92% من مرضى الرجفان الأذيني، وبالتالي فإن خطر الاحتشاء متساوي في كلا نوعي الرجفان الأذيني الدائم ولا الانتيابي. فحتى الرجفان الأذيني الانتيابي اللي بيستمر يعني مثلا مدة 10 دقائق يحمل نفس خطورة الرجفان الأذيني المستمر والثابت عند المريض. لذلك يجب أن نتعامل مع الحالتين على نفس الدرجة من الأهمية. وحتى يمكننا القول أن مصدر الاحتشاء القلبي يجب أن يكون لدينا مصدر قلبي مؤكد مطلق للصمات كالرجفان الأذيني مثلا، فهو عامل مؤكد لإطلاق الصمات بسبب الركود الحاصل اللي مثل ما بتعرفوا الرجفان الأذيني شو اللي بيحصل فيه وليش بتتشكل الخثرات. عادة الأذينات بتنقبض قبيل الانقباض أو في نهاية زمن الانبساط، الأذيني بتنقبض منشان ضخ الدم. أول شيء الدم بيرجع من الشرايين من الأوردة الرئوية على الأذين اليسرى، وبعدها بينخفض الضغط من البطين الأيسر، بمر الدم بشكل منفعل مرحلة الانتلاء السريع، وهون بيرتفع الضغط من البطين الأيسر فبتبقى كمية من الدم
ضمن الأذين اليسرى، هون بيساهم فيها التقلص الأذيني للضخة للبطين الأيسر أو البطين الأيمن. فعندما بيحصل الرجفان الأذيني بيزول الانقباض الأذيني، وبالتالي بيصير الدم بيركض ضمن الأذيني، وهذا اللي بيساعد بتشكل الخثرة. بينما انسداد الصمام التاجي أو تضيق الأبهر مثلاً لا يعدان دواء خطورة عالية لإطلاق الصمات، راح ندرسها. أيضاً من الشروط نفي الأسباب الأخرى المسببة للاحتشاء عن طريق إجراء تصوير شرايين الضليل، مثلاً يعد تضيق شرايين السباتة سبباً مؤهباً بشكل كبير للنشبات الدماغي. لذلك لا يمكننا الجزم لأن القلب هو المسؤول، بل نحتاج إلى المزيد من إجراء الاستقصاء. أهم شيء حتى نعرف أن الصمات ما شاء قلبه هو إجراء دراسي قلبي لتحري مصدر الصمات. الدراسة القلبية عادة تتم باستخدام الإيكو عبر الصدر، ولكن في حالة الرجفان الأذيني انتبهوا لا تعتبر كافي، ولا بد من إجراء دراسة القلب باستخدام الإيكو عبر المريء. الإيكو عبر الصدر في حالات الرجفان الأذيني يعتبر غير كافي لنفي وجود الخثرات ضمن الأذين اليسرى، لأن الخثرات أكثر ما بتتشكل بمكان بالأذين اليسرى يسمى لوسينة الأذين اليسرى، وهي لا يمكن إظهارها بالإيكو عبر الصدر. لذلك نلجأ لتأكيد أو نفي وجود الخثرات في الأذين اليسرى لإجراء التصوير الإيكو عبر المري لنفي وجود الخثرات في لوسينة الأذين اليسرى. يعود السبب في ذلك إلى أن الترانس إيزوفيجال إيكوكارديوغرافي يعني إيكو عبر المري يكون أكثر دقة في دراسة الأذينات بشكل خاص، للسبب اللي ذكرته هو أنه الإيكو عبر الصدر ما بيضر لنا لسينة الأذين اليسرى، فقط بيضر في الأذين اليسرى، أما في منطقة صغيرة اسمها لسينة الأذين اليسرى هون ممكن تكون فيها خثرات وما تبين عن طريق الإيكو عبر الصدر. لذلك لنفي وجود خثرات لابد من دراسة الأذين بالإيكو عبر المري. أيضا في بعض الحالات التهاب الشغاف، التهاب شغاف القلب، أحيانا التنبتات ما بتتشهد على الصمام بالإيكو عبر الصدر، لذلك أحيانا كذلك يلجأ للإيكو عبر المري، بتتشهد في التنبتات بشكل أفضل بكثير من الإيكو عبر الصدر. هل عوامل الخطورة القلبية لإطلاق الصمات حسب تصنيف التوست؟ أهم شيء تركزوا لي على عوامل الخطورة العالي، عوامل ذات خطورة عالي، وهي الدسامات الصنعية الميكانيكية، يعني صمامات القلب الصنعية اللي بتكون من معدنية، تضيق صمام تاجي مع وجود رجفان أذيني، الرجفان الأذيني الناجم عن آفة مرضية، أيضا وجود خثرة في الأذين اليسرى. طبعا مو متلازمة الجيب المريض، هي اسمها متلازمة العقد الجيبي المريضة، السيك ساينوس سيندروم، احتشاء قلبي حديث العهد أقل من 4 أسابيع، أو احتشاء مضى عليه أكثر من 6 أشهر. بالاحتشاء حديث العهد ممكن تشكل خثرات في البطين الأيسر. أيضا اعتلال العضل القلبي التوسعي، اعتلال العضل القلبي توسع في أجواف القلب البطينات، خصوصا البطين الأيمن البطين الأيسر، وبالتالي ممكن يحصل في أيضا تشكل خثرات. إذا وجد لا حركي واسعة في البطين الأيسر، يعني لا حركي تقريبا شاملة للجدار الأمامي للبطين الأيسر وليس لا حركي محدودة، لا حركي مثل اللي تعادل تقريبا الاحتشاء، فبيعرض الدم لركودي ضمن القلب وبالتالي ممكن تشكل خثرة. أيضا في حال وجود ورم مخاطي، الأورام المخاطية أو الميكزوما عادة تتشاهد أكثر ما تتشاهد بالأذينات، وأحيانا هي بتكون مصدر مطلق للصمة. الميكزوما الورم المخاطي في الأذين اليسرى أحيانا بيطلق، هو بحد ذاته بيطلق صمة. أيضا التهاب شغاف الخمجة وليس التهاب شغاف العميق، التهاب شغاف الخمجة بيحصل فيه تنبتات على الصمامات، فهي بتكون أحيانا مصدر لإطلاق الصم. العوامل
ذات الخطورة المتوسطة، انسداد الصمام التاجي، أيضا انسداد الصمام التاجي ممكن يطلق صمات ولكن خطورته منخفضة، تكلس الدسام التاجي، الرجفان المعزول، الرجفان الأذيني المعزول هو بيسموه لون أتريال فيبريليشن، هذا لازم شغلات تدرسوها بالقلبي، هو إنه فقط بنوجد عند المريض رجفان أذيني بدون وجود أي عامل خطر آخر، لا عنده، لا بيكون عنده نقص تروي قلبي اسكيميك هارت ديزيز، ولا بيكون عنده ارتفاع توتر شرياني، ولا بيكون مدخن، ولا بيكون عنده داء سكري، ولا أي مرض قلبي، فهذا بسموه الرجفان الأذيني المعزول. فقط إنه مريض من، وأغلب ما يشاهد عند الشباب، فهدول بأعمار أقل من 50 سنة ما بيكون عنده أي عامل خطورة، لما ما بيكون عنده أي عامل خطورة وفقط عنده هالرجفان الأذيني، فهذا بسموه الرجفان الأذيني المعزول. وعادة أغلب الدراسات ما بتعطي فيه مميعات مثل الوارفارين، إذا كان المريض ما عنده أي عامل خطورة من عوامل الخطورة القلبية، فبهالحالة هي يكتفى بإعطاء الإسبرين. أيضا من عوامل الخطورة المتوسطة بقاء الثقب البيضي مفتوحة، بقاء الثقب البيضي مفتوحة أحيانا يؤدي لنا لشغلة اسمها الصمي العجائبي. الدسامات الحيوية مع أنه نسبة حدوث الخثرات عليها منخفضة، ولكن ممكن تتعرض هي الدسامات الحيوية للتنكس أو تتعرض لحدوث التهاب شغاف، لكن الدسامات الحيوية هي بحد ذاتها ما هي اللي تكون أفضل كثير من الدسامات الميكانيكية. أيضا التهاب شغاف عقيم، هناك قلنا التهاب شغاف الخمجي، أما التهاب شغاف العقيم بيكون خطورته أقل، وقصور قلب احتقاني ونقص في حركة البطيل الأيسر، احتشاء عضلي قلبي مدته أكثر من 4 أسابيع وأقل من 6 أشهر. أيضا اللي بيحمل خطورة قلبية مثل ما قلنا التصلب العصيدي على الأبهر الصدري هو يعادل الأسباب القلبية. هلا السير السريري للاحتشاء اللي بيكونوا بسبب صمات منطلقة من القلب بيكون حاد مع ذروة شديدة في البداية، يعني بيظهر بأعراض صارخة بالبداية لأنه تنطلق الصمي وتسد مباشرة أحد فروع الشرايين الدماغية، فتظهر الإصابة الدماغية مباشرة على المريض وبالحد الأعظمي للإصابة، يعني فورا بتلاقي خلال دقائق من حدوث الصمي فورا المريض صار عنده شلل تام. فمثل مريض أصيب خلال دقائق بشلل مع حبسي، هون بنفكر بالمصدر القلبي لأنه الصمي خرجت من القلب وفورا أدت لانسداد الشريان، فبالتالي تكون البداية حادة والأعراض تظهر بشكل سريع، كما يحدث تراجع الأعراض بشكل أسرع نسبيا من بقية الأشكال. ولهون بكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، ما بدنا نتقل عليكم، المحاضرة القادمة إن شاء الله من كافة الحوادث الدماغية، إذا في حد عنده سؤال يتفضل. دكتور، في آخر صفحة الاحتشاءات مجهولة السبب، يعني ما مطلوبة؟ ما الاحتشاءات مجهولة السبب ما راح، لا تعقدوا حالكم فيها، بكفيكم هدول وبس، بكفي هدول. تمام دكتور. دكتور، شو معنى الصم العجائبية؟ أيوة، الصم عادة، يعني الصم حتى تكون جهازية، عادة الصم الجهازي منين بتنطلق؟ بتكون من اجواف القلب اليسرى. هي احيانا صمي النموذجي، الصمي الجهازي، لما بنقول انه صمي جهازي، عاده هي اللي بتنطلق من اجواف القلب اليسرى، مثلا المريض عنده رجفان اذيني وحدث عنده خثره بالاذين اليسرى، هالخثره بتنطلق من الاذين اليسرى بتروح على البطين الايسر، وبتنطلق من البطين الايسر على دوران الجهازي، فاما بتروح على الدماغ بتسوي لنا احتشاء دماغي، او بتروح على احد الاطراف بتسوي لنا انسداد شرياني. هي الصمي النموذجي. أما الصمي العجائبي، ليش بنسميها عجائبي؟ لأنه بتحدث بشكل دراماتيك، هي بتكون صمي متشكلي بالأوردي، يعني مثلا المريضة
او مريض عنده التهاب وريد خثري DVT، تمام؟ فالخثرات المتشكله بالاوردي وين بتروح؟ بتروح على الدوران الرئوي، ما بتروح على الدوران الجهازي. يعني مثلا المريض هلا شو بقول لك، ما بتعرفه مثل ما بتعرفه، مثلا شو اهم سبب للصم الرئوي؟ هو التهاب الوريد الخثري، خثره مثلا متشكله باورده الطرفين السفليين. هالخثره هي تنتقل بالاوردي من بعد الاخير بتوصل للوريد الاجوف السفلي، بتروح على الاذين اليمنى، من الاذين اليمنى بتنتقل على البطين الايمن، بعدين البطين الايمن بتضخها بتروح بتسد لنا شرايين الرئه، تمام؟ هي الخثره المتشكله بالدوران الوريدي بتروح على الدوران بتشكل لنا صمي، وين؟ بالدوران الرئوي. اما الخثرات اللي بتكون متشكله بالدوران بالقلب الايسر بتروح بتعمل لنا صمي جهازي. هلا في حال بقاء الثقب البيضي مفتوحه، هي عاده بتنغلق بعد الولاده، الثقب البيضي هي بتكون احد اجزاء الدوران الجنيني، عاده هي بتنغلق. ففي حال بقاء الثقب البيضي مفتوحه، هي هون شو بتسوي لنا؟ بتسوي لنا صمي عجائبي، انه خثره تشكلت في الدوران الوريده لما بتوصل للأذيني اليمنى تنتقل من الأذيني اليمنى على الأذيني اليسرى، وبعدها بتشكل لنا صمي جهازي بترجع تنطلق على الدوران الجهازي، فهي اللي بسموها الصمي العجائبي. وخصوصا هي منفتش منها عنها خصوصا عند المرضى الشباب. يعني مثلا اذا جانا مريض شاب وعنده حادث وعائي دماغي خثري او احتشاء دماغي غير مفسر، فلازم نعمل ايكو قلب وندرسه لنتاكد من وجود عدم وجود بقاء الثقب البيضي مفتوحه، لانه هي احيانا بتكون سبب يعني مخفي لاطلاق الصم. يعني بالمختصر انا شرحت لكم اياها حتى تفهموها، بالمختصر هي عباره عن خثره او تشكلت في الدوران الوريده وراحت على القلب، مرت عن طريق الثقب البيضي للقلب الايسر، ومن القلب الايسر انطقت على شكل صمي جهازي، فهي بسموها البارادوكسيكال امبولاي او الصمي العجائبي. تمام دكتور، وضحت. الله يجزيك الخير. وياكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.